الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى، لا سيما النبي المجتبى والامين المصطفى، على صحابته الكرام وال بيته العظام المستكملين الشرف. وبعد، اخوه الكرام، الترمذي، سنن الترمذي، ونحن في كتاب الايمان. نعم، باب جديد. الباب الجديد. نعم، بسم الله والحمد لله والصلاه والسلام على رسول الله. كتاب الايمان، باب ما جاء ان الحياء من الايمان. الحياء من الايمان، من هنا تبعيضية، من هنا تبعيضية. سنبين أن الحياة من الإيمان الحياة عمل ولا ليس بعمل؟ عمل. عمل تؤكدون؟ نعم. عمل إيش؟ نعم، عمل قلب. إذن سنقسم الأعمال إلى أعمال قلبية وأعمال بدنية، أعمال جوارح، كما سيأتي إن شاء الله تفصيله. حدثنا ابن أبي عمر. عمر، نعم، ثقة ثبت، شيخ أصحاب الكتب الستة، وأحمد بن منيع مقرونا به، المعنى واحد. نعم، قال حدثنا سفيان. شوفوا ايش قال هنا، ماذا تفهمون طارق؟ ماذا تفهم من قوله المعنى واحد؟ يعني رواها بالمعنى ليس حديث ابن ابي عمر. لما لا تجيب؟ لما اجبت وانت لا تعرف ما هو وما ومن هو وما هي ومن هي؟ سؤال طرح فانت حاولت تشارك. بائع، انت بائع الورد، انت بائع الورد، يعني شغال فهلوه، يعني انا اتخلص في سؤال عايز اجابه، انا اعطيك الاجابه في هذا الباب. ها، صاحب القران، حديث ابي عمر، ابن ابي عمر. نعم، كلهم رواه بمعنى واحد، يعني النص حديث نص المجد معنى واحد. يعني انت تحور من يوم ما تكلمتنا على الطريقه التي تتكلم عنها، اضطربت بعض الاضطرابات. ارجع للزواج افضل من الطريقه، ارجع للزواج افضل عشان يستقيم لك، تستقيم لك الاجابه. ها، عبد الفتاح، ماذا ترى؟ قسم اصول الدين، اول مره، اول مره تمر عليك. اخر روايه تبين ان عمر واحمد حدثا الحديث عن والمعنى واحد، لان هناك اختلاف في المتن. نعم، هو انا كنت اريد ما قاله الفهلوي، هذا صاحب رصيف الجزائر، هي المساله كلها جواز الروايه بالمعنى، وهذه فيها. انا اقول لك فهلوي صاحب بائع الورد، انت اقول هذه معناها بان كل راوي رواه بيش؟ لا، بلفظ مختلف. نعم، لا، بمعنى، بلفظ مختلف، والكل متحد في المعنى. هذه فيها دلالة واضحة جدا، هو الترمذي دلالة واضحة جدا على جواز الرواية بالمعنى. نعم، قال حدثنا سفيان بن عيينة. عندي أخبارنا في النسخة، عندي عندك حدثنا. نعم، طيب احنا نقول على قول المحدثين انهما استويا عندهم. قال أخبرنا سفيان بن عيينة. سفيان بن عيينة هو الفذ من أساطير المحدثين، ثقة ثبت أمين، يدلس، لكن هذا وسم بأنه لا يدلس إلا عن ثقة، حتى أنه لما قال الزهري، فقالوا لا سمعته من الزهري، فقال اسكت سيبه كده، جود الإسناد، قال سمعته من الزهري، قال ولا ممن سمع، هو مع أنه شيخ مباشر، وذكر ثلاثة بينه وبين الزهري، لكن هو لا، إذا حدث وقلنا لهم ممن سمعت، لا يسمي إلا ثقة، لا يدلس إلا عن ثقة، لذلك تدليس يمر في الصحيحين وفي غير الصحيحين، لكنه تغير بآخره. قال عنه الإمام الشافعي وتلميذه، قال لولا ابن عيينة ومالك لضاع علم أهل الحجاز. وقلنا من أنبل ما صنع ابن عيينة أنه شفع لمن؟ لوكيع، وكان بينهما الإحم، ومع ذلك العالم يذب عن عرض العالم. نعم، عن الزهري. الزهري هو أمير المؤمنين في الحديث، هو أول من دون الحديث بأمر عمر بن عبد العزيز. عن سالم. سالم. عن سالم. سالم هو ابن، مفيش مولى، مفيش مولى، هو ابن عمر. سالم عم سالم عبد الله بن عمرو، عبد الله بن عمر بن الخطاب. سالم كان من الأتقياء، من الأنقياء، من المحدثين الفقهاء، واختلف العلماء في تقديمه في ابن عمر على نافع، أو نافع على سالم، والأغلب قدموا سالم على 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 نافع في ابن عمر، ذلك يقولون ان اصح الاسانيد الزهري عن سالم عن ابن عمر. الزهري عن سالم، لكن البخاري يرى ان سلسله الذهب هي مالك عن نافع عن
عن ابن عمر. فسالم ابن عبد الله ابن عبد الله بن عمر بن الخطاب رضي الله عنه وارضاه في قول من الاقوال هو من الفقهاء السبع في المدينه، كان فقيها محدثا. واروع ومن درر ما قال عندما سئل عن الطيب في مفرق الراس والبدن بعد قبل الاحرام فاجاز ذلك وافتى به، قالوا ابوك يقول لان اطلى بالطين والقار افضل لي او الزفت والقطران افضل لي من ان اتطيب محرما. وطبعا يقصد اتطيب محرما ده باتفاق ان المحرم لا يتطيب، يعني يبقى اثر الطيب عندما احرم عند الاستدامه يعني، ويغتفر في الاستدامه لا يغتفر في الابتداء، مفهوم؟ فقال امرنا باتباع النبي لا باتباع ابي. هذه من ضرر ما قال، قال امرنا باتباع النبي لا باتباع ابي. سلام الله جماعه عن أبيه. وعبد الله بن عمر بن عمر بن الخطاب رضي الله عنه وارضاه ومن السبع المكثرين عن النبي الأمين، وهو من العبادلة الأربعة، كفى فيه أن قال صلى الله عليه وسلم نعم الرجل عبد الله لو كان لهم الليل فما كان ينام من الليل. نعم. أن رسول الله صلى الله عليه وسلم مر برجل وهو يعظ أخاه في الحياة. نعم. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم الحياء من الإيمان. قال أحمد بن منيع في حديثه إن النبي صلى الله عليه وسلم سمع رجلا يعظ أخاه في الحياء قال هذا حديث حسن صحيح. طبعا كما قلنا هذا حديث حسن صحيح من قول من؟ من قول الإمام أبو عيسى ومن قول الإمام أبي عيسى. طيب وفسرنا أمس ما معنى حسن صحيح، هذا الحديث أخرجه البخاري ومسلم، وهو أيضا عند نسائي وعند ابن ماجه، وحديث ايضا عن ابي هريره رضي الله عنه وارضاه. طيب هذا حديث عظيم يبين لنا ايضا مساله مؤصله عند اهل السنه والجماعه، وهي ان الاعمال من الايمان، وهذا خلاف للمرجئه، خلاف للمرجئه ان الاعمال من الايمان، وهذا اصل اعتقاد اهل السنه والجماعه. واذا تكلمنا عن الاعمال فالاعمال اما ان تكون ظاهره واما ان تكون باطنه، وكلها من الايمان، كلها من الايمان، اما اذا كانت ظاهره فهي الاسلام، واما اذا كانت باطنه فهي الإيمان، وكلها كما قلنا من الإيمان، كلها من الإيمان، ردا على المرجئة الذين يخرجون الأعمال من الإيمان، وردا أيضا على مرجئة الفقهاء لأنهم يقولون باللفظ أنها ليست من الإيمان لكنهم يقولون أنها تؤثر. ده الفرق بين المرجئة المتكاملة والمرجئة الفقهاء، يعني يقولون هي تؤثر، لكن أهل السنة والجماعة يقولون هي من الإيمان، هي من الإيمان، سواء الأعمال الظاهرة أو الأعمال الباطنة. ولك أن تتصور ذلك في آية جمعت بين الاثنين وبينت لك أنها من الإيمان، عندما قال الله جل في علاه إنما أسلوب حصر وقصر، إنما المؤمنون، لا اصبروا نعم الله أخينا جميعا يا رب العالمين فيه، إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم. وهنا العمل عمل إيش؟ دماغي صح ولا لا؟ عمل قلبي. قال إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمان وعلى ربهم يتوكلون. كل هذه أعمال إيش؟ قلبية. هو الآن ثم قال الذين يقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون، هذه أعمال الجوارح. هو الآن ظاهرة صحيح، قال أولئك هم المؤمنون حقا، لأن أتوا بكلية الأعمال من الإيمان، الأعمال الظاهرة والأعمال الباطنة. وأعظم هذه الأعمال قدرا عند الله جل في علاه هي الأعمال الباطنة، أعمال القلوب التي ترتفع بالمرء أو تنزل به، ينجو بها أو يهلك بها. فمحط النجاة والاستفاء على أعمال القلوب كالتوكل والخشية والإنابة والخوف والرجاء واليقين وحسن الظن، أعمال القلوب تسري بالمرء إلى المعالي. وحديث عبد الله بن عمرو بن العاص شاهد على ذلك عندما قال صلى الله عليه وسلم يدخل عليكم رجل من أهل الجنة دخل ثلاث مرات ذهب إليه إلى الحديث الطويل الذي تعرفونه، ولم يجد عنده لا كثير صلاة ولا صيام ولا صدقة. لما قال له ذلك قال عجبنا، قد قال السلام يدخل عليكم رجل من أهل الجنة، قال يا بني والله لا ترى عندي إلا ما رأيت، لا كثير صلاة ولا صيام ولا صدقة. قال غير أني، شوف العمل الذي ذكره، غير أني ما حسدت أحدا على نعمة أعطاها الله له. وقال ما أبيت وفي صدري أو في قلبي لأحد من شيء، قال هذه التي لا نستطيعها، نقاء القلب. أعطيكم بلسما في نقاء القلب، من أكثر الصيام أذاب الله وحر الصدر منه، أذهب الله جل في علاه عنه أدواء القلوب. وهذا ورد في حديث عن النبي صلى الله عليه وسلم صريح،
لأنه كثرة السهام تذيبه أو تذهبه وحر الصدر. فلا يكون إحن ولا مشحنة قط، حتى لو أنت تنصر دين الله لا ترى في قلبك لأحد شيء. فإن بت ليلة وفي قلبك لأحد شيء فلا بد أن تزيلها وتذيبها بالسجود والبكاء والدعاء له لمن ترى في قلبك له شيء. كلما أكثرت في الدعاء له كلما أبعد الشيطان ذكره عنك. خاصة تستفيد منك ما يقول أمين ولك بالمثل، أمين ولك بالمثل، وهذا يتقطع به الشيطان، فأنت تحارب محاربة من أقوى ما تكون. فلا بد من إذابة هذه في القلوب. أنا لا أدري كيف في طلبة العلم يكون فيه مال، وقد وجدت والله بل وجدت عداوات مضمرة، أنا أبكي دما لا الدموع، لأنه من تحسبه هو أخص الناس لك وأفضل الناس لك يضمر لك عداوة ويتمنى هلاكك من أجل أنك تخالفه. هذه لا يتصورها عقل ولا يقبلها قلب ولا يمكن أن يحتملها بدن، لا يحتملها ولا نصدق. غير أنني أقول لله في عباده شؤون، لله في عباده شؤون، وأسوأ من ذلك أن يتمنى لك اللغط والغلط والخطأ والزلل، هذه أسوأ من ذلك. وهذه المصيبة التي لا يعرفها هو أن الله سيعامله بما يضمر، لأن الله ينظر في العباد فيعاملهم بما يعاملون عباده. هذا ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم أن تأتيه منيته وأن يؤتي الناس بما يحب أن يؤتى، فيعامله الله بما يعامل عباده. لذلك قال كان الله في عون العبد ما كان العبد في عون أخي، جزاء وفاقا وأجرا وأجرا طبقا. فالأعمال أعمال الأبدان وأعمال القلوب، الأعمال أعمال الأبدان وأعمال القلوب، وهي أرفع الأعمال على الإطلاق هي أعمال القلوب، لقول الله تعالى ربكم أعلم بما في نفوسكم أن تكونوا صالحين فإنه كان للأوابين غفورا. وأعمال الأبدان، وهنا ذكر من الأعمال من أهم الأعمال من أعمال القلوب الحياء، والحياء من أعمال القلوب. في قول النبي صلى الله عليه وسلم مرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم مر برجل وهو يعظ أخاه. هنا الآن العلماء اختلفوا في هذا الباب على الروايات أنه كان يعظ أخاه، هل يقول له يعني استحي وعليك بالحياء وأن يلزمه الحياء، أم أنه مر عليه وهو قد منعه الحياء من أن يستوفي حقه فبين له أن هذا ليس من محل الحياء. في الحالتين قلنا بالرواية من ما سكت عنها بعضهم وأتى بها بعضهم، لكن إحنا الأهم عندنا هو قول سلم يعني دعه فإن الحياء من الإيمان، دعه فإن الحياء من الإيمان. هنا يقول يعظ أخاه في الحياء مسألة، المسألة هنا باب التعاون على البر والتقوى من الأمر المعروف والنهي عن المنكر، وهذه هذه علامة التآخي في الله جل في علاه، بل هذه علامة الإسلام، كنتم خير أمة أخرجت تأمرون بالمعروف والنهي عن المنكر. فهي من باب النصيحة، وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم الدين النصيحة، الدين النصيحة، الدين النصيحة. قلنا لمن يا رسول الله؟ قال لله ورسوله أمة المسلمين وعمتهم. فقال الدين النصيحة. وقال عبادة بايعت رسول الله صلى الله عليه وسلم على السمع والطاعة، ثم قال والنصح لكل مسلم. وقال النبي صلى الله عليه وسلم لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه، وهذه علامة الإيمان. فإن لم تجد من يفعل ذلك فاعلم أن في إيمانه النقص، يعلم أن في إيمانه نقصا لازما في هذا الباب. فهنا من باب النصيحة، وهذه كانت من المسلم لأخيه. فلما مر عليه النبي صلى الله عليه وسلم قال دعه، هذه أمر من النبي صلى الله عليه وسلم. هل يؤخذ منها هو ترك الأمر عفوا عن المنكر، هو ترك الموعظة والنصيحة؟ لا يمكن أن يؤخذ منها بذلك بحال من الأحوال. وفي ركابها قد فهمها بعضهم هذا بهذا بقول الله تعالى قال فذكر إن نفعت الذكر، منطوق ومفهومها إن لم تنفع فلا تذكر، وهذا مفهوم مغلوط، وهذا فهم غلط مغلوط. وأيضا قول الله تعالى فعلاء كما قال أبو بكر إنكم تفهمون هذه الآية على غير وجهها، يا أيها الذين آمنوا يا الناس عليكم أنفسكم يا أيها الذين آمنوا عليكم أنفسكم لا يضركم من ضل. إذا المعنى أن أنت أصلا لا تقاتل أحد ولا تأمر عفوا منكم، هذا خطأ. قال فهمتموه على غير وجهها، وفسرها أبو بكر الصديق رضي الله عنه وأرضاه أنه لابد أن يأمر عفوا عنها عن المنكر. هنا القول في قول الله على فذكر إن نفعت الذكرى. طيب تعرف تسكت، تعرف تسكت ولا ما تعرف؟ شوف قال أعرف ويتكلم، يا رجل قل لي أعرف واسكت، جزيت الجنة يا رب جزيت الجنة.
قال ماذا قال ان الله جل في علاه؟ فذكر ان نفعت وان لم تنفع. ذكر ان نفعت وان لم تنفع. لما هات الايه اخر الايه يا ابني يا حبيبي انت معلق عليها ليه؟ ليش انت ماسك في هذه على نفس الايه التي انا ذكرتها؟ فذكر ان نفعت الذكرى سيتذكر من يخشى. ما معناها هذه الايه؟ هذه مفسره للايه، يعني ذكر ان نفعت وان لم تنفع، واعلم انه لن ينتفع بها الا من يخشى. هنا ياتي الاحتياج الذي احتاجت به، ائت بها الان بقى من الصباح دوشت، ائت بها الان. وذكر فان الذكرى تنفع المؤمن، لا ينتفع بها الا المؤمن. هذا المعنى. يبقى قوله صلى الله عليه وسلم دعه ليس امرا بان تسكت على ان تنصح ابدا، بل كانه قال دعه على اساس انك بعدما تامره ان كان مؤمنا حقا سينتفع، والا لن ينتفع. لكن ذكر ان نفعت وان لم تنفع فذكر، ولن ينتفع بها الا المؤمن الخالص الصادق في هذا. وبعض التوجيهات بقول صلى الله عليه وسلم دعه على ان هذا الرجل لما لم يطالب بحقه امتنع حياء، كانت عقوبه منه ان يقول صلى الله عليه وسلم دعه، يستحق ذلك لانه لم ياتي على بالشريعه على ودي، لان الحق الذي يمنع عن لان الحياء الذي يمنع عن اخذ الحق حياء مذموم، هذا حياء مزعوم وليس بحياء. الحياء الذي يمنع عن العلم ليس حياء، هذا مذموم. الحياء الذي يمنع عن اخذ الحق او القول بحق ليس حياء، لا يكون حياء ممدوحا بل هو حياء مذموم، مفهوم؟ فهنا قال دعوا فان الحياء من الايمان، والحياء هو خلق جميل، خلق وملكه في النفس يحمل على كل جميل وترك كل ذميم، يحمل على فعل كل جميل ونبذ كل رذيل. الحياء خلق يحمل على فعل كل جميل وترك كل رذيل. والحياء من رزقه رزق الإيمان، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم والحياء من الإيمان. فوجود الحياء في القلب هو انكسار النفس، يعني هو أصل الحياء هو انكسار النفس. والحياء من الله هو انكسار من الله جل في علاه. الحياء لعظم مكانته في الإسلام ولعظم مكانته في القلب، فالحياء صفة من صفات الله جل في علاه. لذلك أنت ترى الأصل والقاعدة عند العلماء بأن الله يحب أن يرى آثار صفاته على عبادي، فالله حي يحب كل حي. فالحياء صفة من صفات الله جل في علاه، قد ثبتت لله بالكتاب وثبتت لله بالسنة. أما في الكتاب فقد قال الله جل في علاه إن الله لا يستحيي أن يضرب مثلا ما بعوضة فما فوقه، وأيضا قال الله جل والله لا يستحيي، إن مثلا كان يستحي منهم، يعني هو يعني يأتون يطعمون ويأكلون ولا يمشون مستأنسين الحديث، فنهاهم أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يستحي منهم، قال والله لا يستحي، قال غير مستأنسين الحديث، وأمرهم بذلك. والسنة قد ثبت فيها صفة الحياء، قال النبي صلى الله عليه وسلم إن الله حيي ستير يحب الحياء والستر، فإذا ذهب أحدكم يغتسل فليستتر. لذلك لما دخلت أم هانئ قالت دخلت على النبي صلى الله عليه وسلم فوجدته يغتسل وفاطمة تستره بثوب، وفاطمة تستره بثوب. فهذا أصل حياء النبي الله جل في علاه، قال فإذا ذهب أحدكم فليستتر، يغتسل فليستتر. وقال النبي صلى الله عليه وسلم إن الله حي كريم يستحي أن يرفع عبد يديه فيردهما خائبتين. فإذا حياء الله جل في علاه حياء ستر، حياء لطف وحياء ستر، حياء ستر يحبه الله جل في علاه، كما قال فإذا ذهب أحدكم ليغتسل فليستتر. وحياء الستر بأن الله جل في علاه يعني حياء مرخى على العباد، يستحي الله جل في علاه أن يعذب شيب شابة الإسلام، وكان الحديث هذا لا يصح بحال، لا يصح، لكن هي صفة من صفات الله جل في علاه، أن الحياء هنا حياء ستر وحياء جود وكرم، وهذا متلازم مع حياء الستر، حياء جود وكرم. لذلك ترى بأن الله جل في علاه يكفيه التعريف بالثناء. الكريم من البشر يكفيه فقط التعريض بالثناء، حياء فيعطي ويجود بالعطاء، والدلالة على ذلك الآية بسرعة تثبت ذلك. لا 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 لا، جزاك الله خير. ربي إني ما زلت خلاص في يوسف، عشان ما لا تذهبون وتأتون.
إيش قالوا قالوا تالله لقد آثرك الله علينا وإن كنا لخطئين. ماذا قال؟ قال لا تثريب، ما في ملامة ولا في مذمة على الخطأ الجسيم اللي وقعتوا فيه. قال لا تثريب عليكم اليوم، يغفر الله لكم. فأعطاهم ومنحهم وأعطاهم قميصه لأبيه عليه وعلى يمين أفضل الصلاة وأزكى التسليمات. فالكريم يكفيه التعريف بالثناء سبحانه جل في علاه، حياء وجود وكرم وإعطاء. لذلك قال يستحي أن يرفع العبد يديه فيردهما خائبتين. لذلك الحسن البصري كان ذكيا جدا، وهذا قول مجاهد أيضا، قال لا يمنعنك ما تعلمه من نفسك أن تطلب من ربك، فإن الله أعطى إبليس عندما سأله ملعون في النار خلودا ومع ذلك أعطاه. قال أنظرني اليوم بعثهم، قال فإنك من المنظرين، فإنك من المنظرين، لأن المسألة ليست في السائل، المسألة في من؟ في المسؤول. المسألة كل المسألة في ليست في السائل، لأن طاعتك لا تزيده ولا تزيد في ملكه شيئا، ومعصيتك لا تنقص من ملكه شيئا. يا عبادي لو أن أولكم وآخركم وجنكم وإنسكم كانوا على أتقى قلب رجل ما زاد ذلك في ملكي شيئا. يا عبادي لو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم كانوا على أفجر قلب رجل منكم ما نقص ذلك من ملكي شيئا. لذلك قال ولو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم قاموا في صعيد واحد فسألوني وأعطيت كل واحد مسألته ما نقص ذلك مما عندي شيئا. فالمسألة عند في المسؤول لا في السائل، مسألة في المسؤول لا في السائل. وهذا حياء وجود وكرم، والله يحب أن يرى آثار صفاته على عباده. لذلك الحياء كما قلنا خلق عظيم لا بد أن يتخلق به المؤمن تعبدا لله أولا. ولذلك قال بعض العلماء أن من نزع الحياء نزع الإيمان، من نزع الحياء نزع الإيمان. والحياء صفة من صفات الملائكة، أشرف خلق الله الذي فعلها، فالملائكة تستحي. النبي صلى الله عليه وسلم يقول ما أتاني جبريل وأنا في الحاف امرأة قط إلا في الحاف عائشة، لكرامة عائشة عليه ما كان يدخل بحال من الأحوال. حتى أنه دخل، كانت خديجة ما دخل، قال ألقي عليها السلام وقل ربك يقرئك السلام ويبشرك ببيت من قصب لا صخب فيه ولا نصب. الملائكة تستحي. ولذلك لما قام النبي صلى الله عليه وسلم واستوى، جلس النبي صلى الله عليه وسلم وفخذه عاري بأبي هو وأمي، استأذن أبو بكر فدخل، والنبي صلى الله عليه وسلم يجلس مائلا هكذا يجلس فدخل، وعمر استأذن فدخل وعلى هيئته النبي صلى الله عليه وسلم، ده استأذن عثمان فاستوى وغطى فخذه بأبي هو وأمي. فقالت عائشة وكانت لا تسكت تتعلم، قالت يا رسول الله دخل أبو بكر فلم تهش ولم تبش، يعني لم تستوي ولم تغطي، ودخل عمر فلم تهش ولم تبش، ودخل أبو بكر ودخل عثمان ففعلت ما فعلت. قال ألا أستحي من رجل أكمله، رجل تستحي منه الملائكة. ففيها إثبات الحياء للملائكة. لذلك يعني العبد يتعامل مع الملك كما قلنا أنه خير صديق، ويستحي منه كما يستحي الملك من ربه جل في علاه. والحياء صفة من صفات الأنبياء، كل الأنبياء فيهم هذه الصفة، ولذلك كانت جلية في موسى وفي النبي محمد صلى الله عليه وسلم. لكن النبي صلى الله عليه وسلم قال كما في الصحيحين، قال كانت بنو إسرائيل يغتسلون عرات، ينظر بعضهم إلى عورة بعض، فقال وكان موسى رجلا حييا فكان يغتسل وحده، فطبعا اتهموه لأنهم قوم بهت. ففي ذات مرة خلع ثيابه وقام يغتسل، وهذه بوب عليها البخاري إن هو الستر إنك تبعه، لكن ممكن أن تكون وحدك خاليا فتغتسل عاريا. فاغتسل عاريا فأخذ الحجر ثوبه وإيش وجرى، هذه من علامات النبوة الآن. يقول أبو هريرة يقول النبي صلى الله عليه وسلم قال فجرى خلفه موسى يضربه، قال وله أنين، الحجر له صوت الضربة حتى أثرت في الحجر، يضرب يقول ثوبي حجر ثوبي حجر، حتى نظر إليه بنو إسرائيل فقال والله ما به من إيش من بأس، كما قال الله تعالى فبرأه الله مما قال، وكان عند الله وجيها. وحياء النبي صلى الله عليه وسلم كما وصفوه بأنه أشد حياء من العذراء في غدرها. وأعظم الأمر لما رأينا من سلم لما جاءت المرأة فسألته عن الحيض فقالت تطهري، يعني إذا رأيت القصة البيضاء رأيت الطهرة فتطهري، قال ثم اغتسلي وصلي، قالت وكيف أتطهر؟ فالنبي صلى الله عليه وسلم استحيا، قال لها تطهري، قالت له وكيف أتطهر بهذه الصراحة؟ فاستحيا النبي صلى الله عليه وسلم، وهي رأت عائشة في وجه النبي صلى الله عليه وسلم الحياء في ذلك،
فقال لها سبحان الله تطهري على الأمر يعني. فقالت عائشة فجذبتها أو جبثتها فقلت لها تتبعي أثر الدم بفرصة ممسكة. فقال لها بفرصة ممسكة يعني بخطنا فيها المسك. فاستحي أن سلم أن يقول ذلك تصريحا. وأيضا كانوا كما قلنا يصفون حياء أن سلم أنه أشد حياء من العذراء في خدرها. والحياء كما قلنا هي من صفات الصحابة الكرام، وأعظمهم حياء هو عثمان بن عفان رضي الله عنه وأرضاه. فنسأل الله تعالى أن يرزقنا وإياكم الحياة. وفي قول النبي صلى الله عليه وسلم قال دعه فإن الحياء من الإيمان، فيها إثبات أن الأعمال من الإيمان، وهذا قد سبق تفصيله. نسأل الله تعالى أن ينفع بذلك. الفوائد المستنبطة من الحديث: فضل الصحابة. من وين يا طارق فهلوي؟ من وعد أخي أن يعظ أخاه، أن يعظ أخاه. وهذا هذا دلالة على فضل الصحابة وفضل هذا المجتمع الرباني. فضل أعمال القلوب. أنا فاهم، أنا زيك قلت لك. نعم. أن الكمال في البشر أن يظهر عليهم آثار صفات الله جل في علاه. الكمال في البشر أن يظهر عليهم آثار صفات الله جل في علاه. الحياء صفة من صفات الله جل في علاه. وطبعا الفائدة من هذه نقول التساوي في الاسم لا يستلزم التساوي في المسمى. في قدر مشترك، لكن التساوي في الاسم لا يستلزم التساوي في المسمى. فالحياء صفة لله والحياء صفة للبشر. فصفة الحياء لله جل وعلا صفة كمال وجلال وبهاء وعظم تليق بجلاله سبحانه وبكماله. وصفة الحياء عند البشر إن كان كمالا فيه لكنها تليق بعجزه ونقصه. وكما قلنا الاستواء في الاسم لا يستلزم الاستواء في المسمى ولا يستلزم التشبيه في هذا الباب. يا هذا نكون انتهينا من الدرس. لو في أي سؤال تحت الأمر. دكتور في لما وصفنا الملائكة بأننا تتصور قلنا أنها صورة، هذه من صفات الكمال، وكذلك الشياطين تتصور، فما معنى الكمال هنا؟ القدرة. القدرة على التصور. والشياطين لها هذه. نعم، هذا سيحاسبون عليه يوم القيامة. ولكن شوف هي ناقصة أيضا، لأن كمالها في الملائكة. الملائكة إذا تصورت بشكل من الصورة ترجع إلى مكانها من الصورة الملائكية. نعم. لكن الجن لا، ما يستطيع. نعم. يعني لو قتل الجن خلاص قتل، لو فقط عينه فقط عينه كما هو، ما يستطيع أن يرجع على حاله الذي كان. نعم. في قصة موسى عليه السلام وأكثر ما يتمثل به الشياطين الكلاب والقطط السوداء. ذاك تعالى كلاب الأسود شيطان جاء النص فيه الهرة السوداء، قال بها ابن تيمية قال هذا أكثر ما يتمثل به، وهذا التجربة تفيدك في ذلك، في الممارسة تعرف هذا. في حديث موسى ضرب الملك فقع عينه، ألا يؤخذ منها أن إذا الناس لا يؤخذون بما يشهدون ولو عظم الأمر؟ طبعا وموسى عليه السلام لم يحاسب على ذلك. نعم. بل في شريعتنا ما, 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 ما فيه الإقرار على ما فعل موسى عليه السلام. نعم. متعدي. نعم. والتعدي ينفي الضمان. سؤال ينافي ضمان. سؤال الملائكة لأهل النار في يوم القيامة، يعني تقريعهم له وإقرارهم بأنه أتاهم الرسول، ألا يدل هذا أنه من نعيم أهل الجنة تقريع الملائكة لأهل النار؟ طبعا طبعا طبعا، وإلا فمن متعة أهل الجنة أن ينظروا إلى من كان يعذبهم في الدنيا وهو في النار. ده هو من من من, من نعيم أهل الجنة أنهم يقولون إنا وجدنا، وهذا في سورة الأعراف المخاطبة. ونادى أصحاب الجنة أصحاب النار إن وجدنا ما وعدنا ربنا حقا، فهل وجدتم ما وعد ربكم حقا؟ تقريع وتوبيخ. وأيضا أعظم منه متعة عندما طلب أهل النار من أهل الجنة
أن أفيضوا علينا من الماء أو مما رزق أو مما رزقكم الله. قالوا إيه؟ إن الله حرمهما على الكافرين. اللهم اجعلنا من أهل الجنة جميعا يا رب. في شيء ثاني؟ نعم. في ذكر ترتيب الأنبياء في سورة الأحزاب. الأحزاب. نوح وإبراهيم وموسى وعيسى. نوح وإبراهيم. هل يستطيع أن نستدل بأن ذكر المبتدئ لا يعني منه علو الأدنى؟ لا ده صحيح، لكن قد نقول بأن العرب تبتدئ بالأهم. لكن هنا عندنا قرينة أن الله تعالى أراد أن يبتدئ بالترتيب السني زمان. نعم. ترتيب الزمان. نعم. تحت أمره. حديث على نزل الله. حديث؟ على أن النبي صلى الله عليه وسلم رأى الله. آه نعم، النبي صلى الله عليه وسلم رأى في المنام رؤيا قلبية. نعم هذا حديث والله أهل البدع يقول حديث رأيت ربي في منام كذا كذا كذا. سيبه انا بس اتركه عشان نعرف هذا مداخله ومخارجه. حتى هو يشدني على يمين جميع على ذلك انا هو يسهيل الحديث يقول ولو صح حديثة ثم كما قلت الحديث صحيح اسناده كالشمس. نعم هو رأاه بشكل كذا كذا. شوف استغفر الله. هو الان انت دخلت في الخطأ. هو الان نعم هذا حديث يقول رأيت ربي انت كما قلت الحديث يا شيخ. هو خايف يقول حديث خايف يقول حديث. أنا سأقوله مرات ومرات. تعال علي. قال النبي صلى الله عليه وسلم رأيت ربي في أحسن صورة. لما أنت يذهب إلى ذهنك أنه رأى يديني وعينين ورأى أنت لا قل كما جاءت رأيت ربي في أحسن صورة واسكت. هو يقصد أظن الرواية التي ذكر ابن تيمية أنه رأى ربه يعني في سورة شاب. هذا موضوع لا يصح لم يصح هذا حديث موضوع. لماذا أوله أخطأ في ذلك؟ وابن تيمية ليس نبيا وليس معصوما، أخطأ في ذلك ونحن نخطئه. وأصلا يقول هذا هكذا. نعم شيخ الإسلام حبيب إلينا والحق أحب إلينا منهم. نحن لا نعظم أحدا فوق تعظيم الأثر بحال من الأحوال. وإذا جعل به لكان كيف نقول إذا جعل به لكان يقول على السنة على الضلال كيف يعني؟ هذا ظلم مبين. عالم من العلماء أخطأ في تصحيح حديث وقلنا له حديث ضعيف، يقول أهل السنة في ضلال؟ إذا صح نقول يا شيخ هم أصلا هم الذين يقولون بذلك هم الذين ينفون عن الله صفاته، لا يريدون إثبات صفات الله إلا لفعلها. شوف هذا الكلام الباطل على رجل هو أعلم أهل الأرض في زمانه. أخوه مجسم لأنه يصف الله بما وصف الله به نفسه، وهم ينفون يعبدون عدما، يقولون لا سميع ولا سامع لا بصير ولا بصر لا قدير ولا قدرة، ويقولون لا عينين لا يدين، لا يصفون الله بالصفات التي أثبتها الله. وين سيذهبون هذه الآيات؟ أين سيذهبون بها؟ أين سيذهبون بهذه الآيات أو يذهبونها؟ أين؟ يحرفونها. قل القول الصحيح يحرفونها لا يؤولونها، يحرفونها. هذا تحريف الكلم عن مواضعه. وإلا يلزمك أن تقول بأن الله خاطبنا بما فيه الكفر والشرك، يلزمك ذلك. قل هل يلزمك؟ هل تلتزم بهذا؟ خاطبنا الله بما نعقل وما نعلم، صحيح ولا لا؟ خاطبنا وقال تجري بأعيننا. ماذا تفهم من هذا؟ كما كل الناس يعني لا ما في كل الناس لا يعرفونه. لا يا نيجيري قل تجيب عيوني كما قال. كيف؟ كما قال تجيب عيوني كما قال فقط يعني بعيوننا باء وهمزة صحيح؟ وعين وياء ونون؟ لا عين معروف. يعني ايش؟ عين معروف يعني لله عين. نعم ممتاز جزاكم الله خير. هذا هو خاطبنا الله بما نعلم. فيما نقع الشيخ سنان متين حتى لا يؤخذ عليك في التسجيل قل إذا صح النقل. إذا على أنه شاب نعم إذا صح النقل عنه فأنا نخطئه بذلك ونقول الحديث هذا لم يثبت، لكن حديث رأيت ربي في أحسن صورة ثابت كالشمس. ترضى به؟ أنا لا ذلك الحديث الآن ترضى بهذا الحديث رأيت ربي في أحسن صورة؟ نعم
الحمد لله. جزاك الله خير. نسأل الله أن يثبتنا ويثبت هذا الخير لنا وأن أعلمكم. ونسأل الله تعالى أن يغفر لنا الزلات والسقطات والهنات. سبحانك اللهم ربنا وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.